بالنسبه برضو صالح جمعه في عروض جايه له في يناير من انبي، الراجل رافض. بص صالح جمعه هيفضل في النادي الاهلي عشان ما يروحش نادي الزمالك، وانا قلت الكلام لا لا بص، لو جاله عرض. يعني ايه لو جاله عرض؟ ما هو عنده عرض من انبي، هو اللاعب مش عايزه. انما هو ربما يطلع الخليج لو جاله عرض. تمام. في نفس الوقت حسين السيد مش هيبقى بيع اعاره، والاقرب انبي حتى هذه حسين السيد. حسين السيد آه. علشان قصه نادي الزمالك مش هيتم بيعه عشان قصه نادي الزمالك. لكن خلاص صالح جمعه وحسين السيد بره النادي الاهلي، مش بره النادي الاهلي، مش داخل اهتمامات فايلر. خلينا نقولها كده خلاص، ما يعني بعيد عن اهتمامات فايلر يعني لا مش كده، لان الراجل يعني لا عادي. مش معنى في الحتت دي بتجملها. لا لا ما بجملش يعني. ليه؟ لا ليه؟ ليه؟ لان هم بعيد عن اهتماماته. طيب خلاص هو بقى يعني فاهم، لو جالهم عروض هيتكلوا على الله. تمام. لازم الطرفين زي ما انت عارف. افرض ما جالهمش عروض، اخدهم قاعدين. طيب ما انا قلتش حاجه، هي بس رجعت لفيت ورجعت خالص تاني. تمام. اللي بعده نخش نادي الزمالك عشان عندي 3 دقايق ونص. تمام. نادي الزمالك